شنو القانونيه انه يعني هسه احنا 40 مليون نروح نقدم عرائض شكوى للمحكمه ونقول لهم الحكومه وعدتنا بالكهرباء يصير وما طتنا ها هو بالقانون المفروض يصير بس هو تنسمع هاي اي بالقانون يصير لانه انت واجبك ان تقدم لي خدمه انت بدك تاخذ فلوسي وتدير الملف تدير الموضوع انت معينك بهذا المنصب وزير طبعا دعوه تقام على وزير الكهرباء اضافه لوظيفته مو بصفته الشخصيه اذا يريدون يقيمون دعاوى وانت اطلقت تصريح وعدت به الناس بانه هذا الصيف وانا ضررت انا ابنائي مات عندي طفل صار عندي حادث حريق بالبيت جراء تصل لانه ما شفنا كهرباء تقدر طالب بالتعويض ممكن وعندنا قوات شجعان ويسمعون القضايا بس المواطن ايمن ولا خلق يروح يقدم دعوه على وزير الكهرباء ويقعد بالحر والشمس ويركب ويصرف عليها فلوس رسوم وتباليغ ويروح ويجيب وودي وينتظر قرار ست اشهر الا يطلع له واكو خلق عند المواطن خليه يقعد جوا الفي ويشرب اطفاله مي بارد ويشتغل لقمه خبز اولاده فماكو هاي الامكانيه انه لدى المواطنين ان يروحون يقيمون ممكن يجوز بعض المحامين مثلا يروحون يقومون دعاوى على سيد وزير الكهرباء اضافه الوظيفه يطالبون بالتعويض المادي والمعنوي وجراء الحق بهم ضرر لان المسؤوليه التقصيريه هاي تعتبر بالقانون المدني مسؤوليه تقصيريه.